اتفضل يا فندم. السلام عليكم. نورتيني مش عارف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بناتك دول ولا ايه؟ دول زي بنات طبعا. دول التلامذتي. تقدر انت مدرس؟ اه. شغال شغال يا عم. انت شاغل بالك ليه يا عم؟ يا عم شاغل بالك حضرتك احنا عادي. يا عم بسألك سؤال خلاص. ماشي خلاص. انا بسألك سؤال. يا عم. يلا مناميت. يلا يا مس. السلوك العام مفيدة ونافعة. صلة الأرحام مفيدة ونافعة. السلوك العام مفيدة ونافعة. صلة الأرحام مفيدة ونافعة. حضرتك انا بس انت شاغل بالك ليه يا عم؟ بص بس يا بنت انت وين؟ لا 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 اوعى. طب اسكت. بس يا بنت بس خلاص. اسد الطعام مفيدة ونافعة. السلوك العام مفيدة ونافعة. صلة الأرحام مفيدة ونافعة. صلة الأرحام مجنون. خش راح. بص قدامك. خش راح. بس بس بس. لا لا اوعى تمد ايدك على بنت من البنات. بص قدامك. اوعى. ابوك مطين بطين. مطين يا عم انت. بص قدامك. بس يا بنت. ما انت عيب برضه ما يصحش. عمو 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 ما يصحش. متى نانسي؟ 6 ب 8 بكام؟ يا عم انت جاي تدرسهم هنا 48 يا عم. غششتيها يا عبقرين. وانت انا عارف انت اللي غششتيها صح؟ ثانيه واحده عبقرين وغششتها. لا اوعى تمدي ايدك على البنات. انا عايز الشغلانيه بس. هتلاقيها مسكره. احنا فاتحين سوبر ماركت هنا يا بنت. بس بس انت ضاعبيهم. ضاعبيهم. بص قدامك. طب ماشي مش هنفهم. انا مدرس. لا عيب كده. عيب انك كده قدام الناس. ده تعليم ده؟ اه ده اسمه التعليم. ده تعليم ده؟ اسمه تعليم التاكسي المملوك. ايه؟ التاكسي المملوك. مملوك ايه يا عم؟ بلا مملوك بلا سيف. لاي حد. بص يا عم قدامك بس خلينا نروح مشوار. تعليم عام. يا عم خلينا نروح مشوار مع سيدنا المنار. ابوك ما يعلم بالله ربنا النهارده. ابويا بنات بنات. بص واحدة تتكلم. السلوك العام ادب السلام. لا لا انت بتضرب بس يا بنت. اوعى تمد ايدك عليهم. بس بقول لك ايه بس خلاص. ده التعليم ده. التعليم ده. ثواني. هو نوتي. برافو عليك. قالت عليك نوتي. ايه نوتي دي؟ غلطت ان انت نوتي. لوزر 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 لوزر. ايه يا عم العباطه دي؟ قولي له تاني. لوزر لوزر لوزر. انت بتعرف بس هو بس يا لوزر يا نوتي. مش عارف لوزر. لا ايه لوزر ولا لا اقسم بالله. بس عيب عيب ما يصح. يا نوتي يا نوتي يا الاقرع ناموس. يا مستر بس يا خلاص. بس عيب عيب. يا عم نزلنا على جنب. بس بس وقف العربية. طب وقف العربية. ما تبهدلناش. طب وقف العربية. خلاص خلاص علمهم انت. علمهم. مش هعلمهم يا عم. انا هعلمهم. انا مش متعلم. السلوك العام عدم الكلام. سلوك العام صلة الأرحام مفيدة ونافعة. وش راح؟ وش راح؟ يا عم بس بص يا عم بس يا بنت. اوعى تمد ايدك على البنات. سيب الجلابيه. انت عارف الجلابيه كمان ارقام اللي ماسكها. تمام ارقام ايه بقى؟ برافو عليك. والبنات على شد يا بنت. بس انت تعيدي نوتي. تعيدي نوتي. ما ينفعش كده. عيب. الصعيد احسن احسن ناس. تعال. ما انا قلت صعيد. فاهم ولا لا؟ انا صعيدي. فاهم ولا لا؟ انا لا انت ما ينفعش تبقى صعيد اساسا. عيب عليك. ما ينفعش. انا بقول لك اهو. اوعى سيبني. مفيش نزول. بنات. استنى يا عم. بنات. بس طب خلاص. بس 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 كسرت لي المرايه. تصدق ان انت نوتي بجد زي ما البنت ايه ده؟ اقول لك على حاجه بقى. اقول لك بس انت انت نوتي. انت نوتي ولا ايه يا عم؟ نوتي انت نوتي. نوتي يعني انت بتكتب على النوته يعني انت نوتي. ايوه ولا اي حاجه متابعه. اقعد نطر. لا تتظبط تتظبط. يلا السلوك العام يا عم. ادب الطعام السلوك العام ادب الطعام. ما تكسبيش نظارتك. انا هعرفه مقامه. انا هعرفه مقامه. احنا عايزين نزيع الحلقه دي. ايه رايك يا عم؟ بنت السلام. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا جماعه. معايا في ارستقراطيك تاكسي او التاكسي الطبي او تاكسي العاصمه. احب اعرف حضراتكم ان احنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شويه، ولكن هو اهم حاجه عندنا هي ارضاء العميل. ارضاء العميل. شرب الجنزبيل شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟
جامعة شتفتي بس. حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه، سواء كان عندك بقى أمراض، عندك فيروسات، عندك أي حاجة. بنبدأ بعدة مراحل في التحليلات. أول حاجة تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الأولاني. عديت معانا مرحلة الليفلات الأولى، بنخش على الليفل الثاني، هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر. أيوة الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم عندنا في التاكسي، لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي، وده حفاظا على صحة حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل حضرتك بتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير أي حاجة دي كوباية عشان آخد منك عينة البول ومش هبول. ودي برضو عينة البراز وبرضو أنا مش هبص. منفعش حاجة تاني؟ طيب كل حاجة متاحة وموجودة يا فندم، على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم، انت بتهزر ولا ايه؟ بتهزر ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكرة. لا انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عدة فيروسات جديدة ظهرت عندنا في منطقة الجيزة. في فيروس اسمه الديني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في مقتبل العمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك البني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. معلش بس هو الدكتور حضرتك ما بيسوقش حد عندنا في ارستقراط التاكسي غير الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقائق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام فرج؟ ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج بيستك عليه. نو لا هشك عليه مش بيستك. اوكي بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشرب تمام. احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص. نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ايه ده بس جان بول سارتر. جان بول انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر يا عم. حضرتك ولد 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 دكتور ولا انا دكتور؟ انا دكتور شيكا سهاء. شيكا سهاء احنا اصلا من السلام. ارفع الشعار يا تطبل واستنزان سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بتحاليل. فرج ولا فرج؟ حان الوقت. ما انا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. سارتر حضرتك. سارتر جان بول سارتر. انا شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل يا عم. هو شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه، يعني ايه فيروس لبني هرم، يعني ايه فيروس طلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارف. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك يا عم. ما تحطش ايدك. سارتر جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه يا عم؟ لا انا خايف. انا خايف على مصلحتك. ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي يا حبيبي. انت مش عارف مصلحتك. يا عم ما تعمليش كده. انت مش عارف مصلحتك. وحياة النبي. وحياة النبي. سيبني. بص مصلحتك ولد. مالكش ولد مصلحتك. يا عم ايدك بقى. جان بول سارتر. هاخد منك التاكس اللي انت جايبه. جان بول سارتر. سارتر. يا عم سارتر. يا عم يا عم. جان بول سارتر. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامة. لما ننزل السلام. ننزل السلام. يعمل التحاليل. حط الكمامة. حط الكمامة. يا عم البسها انت الكمامة دي. انت عندك فيروس. عندك فيروس. ابعد عني. ابعد عني فيروس. بس انت بتعمل ايه؟ عنده فيروس. قيسه فتحة الشرج. قيسه فتحة الشرج. يا عم وحياة النبي ما تدعيناش. فتحة الشرج ما اسهل. فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي. اتنين ثلاثة جنبول. لحظة واحدة. جنبول سارتر. جنبول جنبول سارتر. الفلبيني ده عندها هناك. جنبول سارتر. جنبول سارتر. يا عم ايدك بس وقف كده. جنبول. الفلبيني ولد. بس 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 ده مقلب مقلب مقلب. مقلب مين يا عم؟ بيخرج ايه يا عم؟ انت بتجيب الناس ده. بس بس الكاميرا هيك. انزل انزل. يا ريت يعني نشرب من احنا زي الحلقه دي. انت اتوترت خالص. اه حقك عليا.
معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم. هرم. هرم. احسن ناس طبعا يا فندم هم اهل الهرم واقل نسبه فيروسات. حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي. التاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه، ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا. في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز، ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك. حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص. يا فندم دي صحه حضرتك. صحه حضرتك في دلوقتي. طب اكمل حك البروجرام. احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I J K L M N O P U V R S T U V W X Y Z. مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. ايه تحليلات وبتاع؟ حضرتك اول مره تركب معانا. حضرتك من الغلابه. احنا بنركب معانا الارستقراطيك. الحمد لله والشكر لله. حبيبي ربنا يزيدك. مش ده الاصل، بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه. لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت، وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك. نور الدنيا. احنا هنحط دي فتحه الشرع. بتهزر ولا ايه؟ لا يا فندم احنا مش بنهزر. انت ما تقلقش على نفسك خالص. الموضوع زي شكه الدبوس. حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ولا بقول لك يا فندم، بقول لك يا باشا بعدين نزلني. اثبت يا عم اللي انت بتعمله ده. انت تعبان ولا لا؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ انتوا مالكم في ايه؟ احنا خايفين عليك تكون انت تعبان. وشك تعبان ايه يا عم؟ وشه اصفر. ثانية واحدة يا فندم. ايه وعينيه حمرا ايه؟ هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بينيه فيروس ايه؟ فيروس ايه حضرتك اللي عندي؟ فيروس ايه؟ في مجموعة فيروسات منتشرة في البلد. يا عم فيروسات انت مش عارف مصلحتك. مفيش نزول. يا عم اوعى كده ايدك. اوعى البتاع ده بعيده عني. مفيش نزول. فتحة شرج ايه وبتاع ايه؟ لحظة واحدة. حط ده في بقك. بق ايه يا عم؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ درجة الحرارة. درجة حرارتك. بس كده بعد اذنك نزلني. بعد اذنك نزلني. مفيش نزول. مكانك او احنا خايفين عليك اكتر. خايفين عليك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان يا عم اشفر. ايه عينيك محوله. عينيك محوله. عينيها محوله تاني. يبقى عندك قلبيه جوه. عنده فيروس قلبيه جوه. قلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس؟ شعرك بيقع. عندك شعر بيقع. عندك ترسه. عندك ترسه. عندك ترسه. ترسه؟ عندك ترسه في شعرك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان. خايفين عليك. انتوا تعبانين؟ ليه انا مش تعبان؟ وشك بدأ يطلع العروق. يا عم بقول لك ايه؟ يطلع العروق. فرج. ايوه. بشك عليه. بشك عليه. عاو شو عاو عاو عاو. بص بص. انت تعبان ولا ايه؟ ده كان تعبان. ده كان تعبان. يا عم تعبان ايه؟ وعلى سيدك كده. وايدك كده يا عم. لازم نخرج من الفيروسات. يا عم بقول لك ايه؟ بلا فيروسات بلا بتاع. نخرج الفيروسات. ايدك اديني ياكل والشرب. ايدك اديني ياكل والشرب. عندك فيروسات اللي في العرب وطلبيها جوه. طلبيها جوه ايه تاني؟ اللي بينها. حط في بقك ده خلاص. يعني بلا احط ده في بقي. بلا احط ده شويه. ايه ده شويه؟ ايه ده شويه؟ اديله. انتوا تعبانين ولا ايه يا عم؟ اديله الحقنه بسرعه. ارجوك محتاج الجرعه. اديله الحقنه. انتوا مجانين. ارجوك محتاج الجرعه. اديني هرم. اديني هرم ايه يا عم؟ اديني هرم طلبيه جوه. بقول لك ايه؟ قلت لك اديني الاكل والشرب. اه بس كده؟ يا عم انتوا تعبانين. تعبانين والله. فيروسات ايه يا عم؟ يا عم الشغل ده. انتوا اللي تعبانين والله. تعبانين والله. هو بس يا عم يا عم طلع الفيروس من يا عم الفيروس ايه يا عم؟ الله يبارك لك. انت هو فتحت الشرف يا عم. الله يبارك لك. عشان ايه؟ طب خلاص خلاص. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك خالص؟ احنا كنا بنهزر معاك. ينفع نذيع؟ نذيع يا باشا.